السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا جميع او غادي نطبقوا جميع واحد سفيفة رقيقة بالعقيق، كيف ممكن اننا نسموها ملاقية. يعني كنت طلبتوها مني بزاف، يعني هذه مدة، ومؤخرا تاني طلبتوها مني، لهذا ان شاء الله غادي نخدمها معكم. غادي نذكروا بالمسائل او الادوات اللي غادي نحتاجو. دائما غادي نخدم بالحرير المبروم على 5 ديال الشعرات. غادي نستعمل طبعا الكروشي رقم 0.60 ملمتر، اي رقم 12. وغادي نستعمل هنايا العقيق يعني ديال الخيط زمرد، ولكن هذا رقم 6، يعني كبير واحد شويه. ممكن اننا نستعملو رقم 4، يعني على حسب الملاقية ديالكم. الا بغيتوها رقيقه راه غادي تستعملوا زمرد رقم 4، اي صغير على هذا. بغيتوها كتكون باينه فغادي تستعملوا زمرد رقم 6 اللي هو هذا. هنا عندي الحرير مضوبل على 5 ديال الشعرات. الا كان الحرير ديال القصبه غادي تخدموا به مباشره، اي على 4 ديال الشعرات، هنايا على 5. لاحظوا من بعد ما عملت عقده البدايه، هنا من بعد ما خدمت عقده البدايه غادي نخدم 3 سلسلات. ها السلسله الاولى، الثانيه، ثم الثالثه. غادي نرجع على السلسله الثانيه نخدم غرزه حشو نفس الشيء على السلسله الاولى، يعني في هذا السطر هذا غادي نخدم غرزتي حشو. غادي نرتفع بسلسله وغادي ندور الخدمه ديالي بهذا الشكل. غادي يجي فوق غرزتي حشو غرزة حشو الأولى، نخدم غرزة حشو، نفس الشيء نجي غرزة حشو الثانية، يعني غادي نسترجع هادوك غرزتي حشو اللي عندي بهذا الشكل هذا. بهذا الأثناء لاحظوا مزيان، غادي نجيب واحد العقيقة بهذا الشكل وغادي ندخل فيها هاد العقيقة. يعني غادي ندخل العقيقة هي الأولى، من بعد عاد غادي ندخل هاد الحلقة ديال الخيط أو ديال الحرير، ونحاول ندخل هاد الحلقة ديال الحرير وسط العقيقة بهذا الشكل هذا. هنا كيف ما لاحظتوا أنا دخلت العقيقة ديالي. في هاد الأثناء غادي نخدم سلسلة بهذا الشكل هذا، يعني سلسلة على العقيقة. من بعد غادي نخدم 5 سلسلات، السلسلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، خامس سلسلة. هنايا عدد السلاسل يختلف من سمك عقيقة الأخرى، يعني إذا كانت عقيقة صغيرة فممكن أننا نستعمل غير 4 سلسلات، كانت عقيقة كبيرة أكبر من هذه نستعمل 7، يعني على حسب السمك ديال العقيقة. لاحظوا مزيان، هنايا خدمت 5 ديال السلسلات. غادي نجي لهاد غرزة حشو الأولى، يعني غادي نثبتها بمنزلقه بهذا الشكل هذا، يعني غادي ندخل في هذه غرزه حشو الاولى بهذا الشكل، مباشره غادي ندخل في هذه الحلقه اللي عندي، يعني استعملت غرزه منزلقه. نفس الشيء غادي ننتقل لغرزه حشو الثانيه، نستعمل منزلقه بهذا الشكل هذا. غادي ندور الخدمه ديالي. لاحظوا مزيان، هنايا من بعد ما دورت الخدمه غادي نلوي الحرير على الكروشي. من بعد غادي ناخذ هاد السلسله اللي خدمت وهاد الخيط هذا اللي عندي هنايا، من بعد غادي نخدم نصف مستقيم على هاد السلسله وهاد الخيط هذا، يعني غادي ندخل الكروشي تحت من هاد الخيط وهاد السلسله، نسحب هاد الخيط هذا اللي عندي من بعد ما دورت الخيط على الكروشي، ونعاود نلوي المره الثانيه ونخرج من هاد الحلقات كلهم اللي عندي في الكروشيه بهذا الشكل هذا. غادي نرتفع بثلاثة سلسلات وغادي نستعمل غرزه بيكو. شكون هي غرزه بيكو؟ هي غادي ناخذ هاد المستقيمين هادو اللي تكونوا لي من الفوق هما هادو، وغادي نلوي الحرير على الكروشيه ونخرج المرة الأولى، ونعاود نلوي ونخرج المرة الثانية، نعاود نلوي الحرير على الكروشي ونخدم المرة الثانية.
واحد اثنان ثلاثة ونخدم غرزة بيكو كما عملنا في نصف عمود الأول. غادي نخدم نصف عمود الثالث كيف ما تلاحظوا، نرتفع بثلاثة سلسلات وغادي ناخد هاد جوج خيوط هادو اللي عندي في الراس ديال نصف عمود، نخدم غرزة حشو ومن بعد عاود نخدم غرزة حشو بهذا الشكل. هذا غادي نخدم نصف عمود الرابع نفس الشيء، نرتفع بثلاثة سلسلات، ناخد هاد الخيوط بجوج، لوي الحرير على الكروشيه نسحبهم في جوج خيوط، من بعد لوي الحرير على الكروشيه ونخرجو في الحلقة الأخيرة. غادي نخدم خامس نصف عمود واللي هو الاخير، نفس الشيء نخدم غرزة بيكو في الراس ديال نصف عمود. يعني طريقة جد سهلة، لاحظوا الشكل اللي تنحصلوا عليه، يعني عندي هنايا خمسة ديال نصف عمود وخمسة ديال غرز بيكو. من بعد غادي نضيف نصف عمود سادس، ولكن غرزة بيكو ما غاديش نخدمها، ونضيف نصف عمود سابع، نفس الشيء ما غاديش نخدم غرزة بيكو. يعني غرزة بيكو تنخدمها غير على خمسة ديال نصف عمود، اما نصفي عمود الاخيرين ما تنخدمش عليهم. هنايا غادي ندور الخدمة، يعني غادي نرتفع بسلسلة، غادي نخدم غرزة حشو على نصف عمود الاول وغرزة حشو على نصف عمود الثاني بهذا الشكل هذا، وغادي نعاود ندور الخدمة. لاحظوا مزيان هنايا غادي يعني غادي نخدم واحد العقيقة، يعني غادي نخرج الحلقة اللي عندي، ندخل لقيقة، من بعد نحاول نسحب او نمرر هاد الحلقة الحرير وسط لقيقة بهذا الشكل هذا. غادي نلوي الحرير، لاحظوا مزيان الوجه ديال التضريس عندي هو هذا، يعني الجهة الجهة هي هذه اللي خدمت. غادي ندورها، يعني غادي نردها الجهة الاخرى بهذا الشكل هذا. علاش؟ باش غادي نخدم في الاتجاه المعاكس. غادي نلوي الحرير على الكروشي ونسحبه في الحلقه اللي عندي، ونعاود نخدم خمس سلسلات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. هنا عندي خمسة ديال السلسلات. من بعد غادي نرجع، لاحظوا مزيان الاول غرزة حشو اللي هي هذه، غادي نخدم منزلقة. هنايا غادي نستعمل منزلقه كما تشوفوا، وغادي ننطلق الغرزه الحشو الثانيه، نخدم غرزه منزلقه ثانيه، غادي ندور الخدمه ديالي بهذا الشكل هذا. لاحظوا مزيان غادي نلوي الحرير على الكروشي وناخد هذا الخيط هذا اللي عندي زائد سلسله، يعني كما عملت في العقيقه الاولى او في المرحله الاولى، ونخدم نصف عمود، نعمل غرزه بيكو، يعني غادي نرتفع بثلاثه سلسلات ونخدم على هاد جوج خيوط اللي عندي في الراس ديال نصف عمود المره الاولى ثم المره الثانيه بهذا الشكل هذا. غادي نخدم ثاني نصف عمود، من بعد غادي نرتفع بثلاثة سلسلات ونخدم غرزة بيكو، يعني نفس الخدمة اللي طبقنا في الجزء الأول أو العقيقة الأولى. يعني غادي نخدم خمس، يعني غادي نخدم خمس نصف عمود وعليهم غرزة بيكو ونصفي عمود الأخيرين نخليهم كما هما. عندي هنايا واحد اثنان ثلاثة أربعة، وعندي هنايا خمسة، يعني غادي نضيف نصف عمود الخامس.
كيف ما تلاحظوا في هذا نصف عمود يعني قليل فاش تنستعملوه في الكروشي الخاص بالقفطان المغربي. هنايا خدمت خامس نصف عمود كما قلت لكم. دابا غادي نخدم نصف عمود السادس ونصف عمود السابع. لاحظوا الشكل علاش تنحصل، يعني تنحصل على شكل تموجي. هو باين هنايا واضح، مرة تنخدم لهاد الجهة مرة لهاد الجهة. دابا غادي نخدم في الجهة المعاكسة، يعني غادي نرتفع بسلسلة كما العادة. غادي ندور الخدمة، غادي نجي فوق نصف عمود الأول نخدم غرزة حشو، فوق نصف عمود الثاني نخدم غرزة حشو الثانية. غادي نسحب الكروشي من الحلقة ديال الحرير، من بعد غادي ندخل العقيقة ونسحب هاد الحلقة ديال الحرير اللي خرجت وسط العقيقة بهاد الشكل هذا. لاحظوا التضريس، غادي نرجع نخليه في الجهة الأخرى من بعد نلوي الحرير على الكروشي ونسحبه في الحلقة. دابا غادي نخدم لهاد الجهة، يعني غادي نرتفع بخمس سلسلات. ونرجع لغرزة حشو الأولى، نخدم منزلقة ونخدم تاني منزلقة على غرزة حشو الثانية. كما العادة غادي نستمر بنفس العمل، يعني غادي نخدم خمس نصف عمود على هاد الحلقة على السلسلة اللي خدمت، زائد غرزة حشو فوق كل نصف عمود، زائد غرزة بيكو على كل نصف عمود بهذا الشكل هذا. لاحظوا مزيان، صافي نبقى مستمرة بنفس العمل على طول الملاقية اللي بغيت. هنا من بعد ما خدمت واحد شويه لاحظوا الشكل ديال هاد التفيفه هادي كي تيجي، يعني تيجي رائع وتموجي. يعني مره تنخدموا في هاد الجهه مره في الجهه المعاكسه عليها تنحصلوا على هاد الشكل هذا. يعني هاد الملاقيه هادي ممكن نستعملوها كملاقيه كيف ممكن اننا نستعملوها كتفيفه رقيقه، مع التحكم طبعا في الحجم ديالها. انا غادي نكمل معاكم، لاحظوا مزيان هنا وصلت المرحله ديال باش ندخل العقيقه. لاحظوا تندخل هاد الحلقه ديال الحرير وسط هاد العقيقه هذه بكل سهوله. دابا غادي ندور الخدمه، يعني غادي نخدم في هاد الجهه الاخرى المعاكسه. غادي نلوي الحرير على الكروشي يعني في الجهه المعاكسه، من بعد غادي نمررو وسط هذه الحلقه هذه. لاحظوا مزيان، من بعد غادي نرتفع بخمس سلسلات، السلسله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. هنايا تنكرر يعني الشرح باش تفهموا اكثر. من بعد غادي نرجع على غرزه حشو الاولى نخدم منزلقه، وغرزة حشو الثانية لأن هنا عندي غير غرزتي حشو، يعني غادي نخدم عليهم منزلقتين بهذا الشكل هذا. دابا غادي نملأ هاد السلسلة هادي كما العادة بخمس نصف عمود. فوق كل نصف عمود غرزة بيكو، من بعد غرزتي نصف عمود. لاحظوا كيفاش،
يعني سلوي الحرير على الكروشي، غادي ناخد هاد الحلقة هادي زائد هاد الخيط هذا، يعني بجوج غادي نخدم عليهم. نخدم نصف عمود نرتفع بثلاثة سلسلات، ونخدم غرزة بيكو في الراس ديال نصف عمود. يعني الطريقة جد سهلة وواضحة. غادي نطلق نصف عمود الثاني وهكذا. ضروري ما غادي نحتفظوا بنفس عدد نصف عمود، يعني على حسب السمك ديال العقيقة. يعني ممكن نستعملوا 4، ممكن نستعملوا 5، ممكن نستعملوا حتى 7، يعني على حسب السمك ديال العقيقة. إذا كان حجم العقيقة كبير يعني عدد نصفي عمود سيكون أكبر، كان الحجم ديال العقيقة صغير فالعدد سيقل. كيف ما تلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال درسنا اليوم، يعني ملاقية أو سفيفة رقيقة. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم ونكون أفدتكم يعني ولو بقليل. وكما العادة وفي نهاية كل فيديو تنقول لكم ما تنسوش تدعموا القناة بوضع لايك تعليق وأيضا الاشتراك. كانت معكم أم سعد عبد الله.